استاذ محمود المملوك، منورنا في مصر جديده. بدورك يا استاذه، وشكرا على الكلام العظيم الجميل اللي حضرتك قلتيه ده. انا عايز اقول ان انا اتشرفت واشتغلنا سوا في محطات ان جي انور. دي حاجه يعني بارزه في تاريخي واشرف واسعد بيها. مش عايز اطول واخد من وقت جمهورك اللي هو صاحب الفضل في الجائزه اللي منحها لك مصر الجديده واي تي تي. اثبتوا يعني في وقت قصير ان هم جديرين بالمشاهده والاحترام. التوك شو الرئيسي البارز اللي بيتنقل عنه يوميا اخبار، احنا في القناه 24 متابعين وحريصين ان احنا ناخد اخبار من لسان المسؤولين ولسان مقدمه البرنامج اللي هي حضرتك بتقول طول الوقت تصريحات مهمه واخبار بارزه. مش احنا بس بضرب المثل بينا يعني، باعتبار ان احنا عاملين استفتاء وكان لازم يعني نقول ده. الاستفتاء الافضل ل 2021 هو نسخته الاولى التي تحمل اسم الراحل الكاتب الكبير ياسر رزق عضو مجلس الامناء، وده يعني بحاجه قليله تخليدا لذكراه وتكريما له. طبعا دي حاجه اسعدتنا جدا انك تحط اسم استاذ ياسر رزق على يعني الجائزه، وخاصه عارف انه ياسر رزق كان ضيف اول حلقه في مصر جديده، وهو قيمه جداً صحفيه مهمه جدا يعني بصراحه، واضاف في الحقيقه اسمه يعني شرف الجائزه واضاف للاستفتاء. يعني زي ما سمعت من ناس كتير قوي، زي كمان ما حضرتك قلتي وتفضلتي ان الاستفتاء فيه يعني نزعم انه فيه ميزه مهمه، وهو انه غير خاضع لاي يعني تلاعب او شيء. الحمد لله كان على مدار سنه، وقلنا كمان ان احنا هنمد فيه شويه استفتاء تصويت بشكل واضح وصريح من الجمهور. وكمان احنا في مجلس الامناء كان لينا اختياراتنا واعلنا ده بشكل واضح عشان ما يبقاش برضه فيه ازدواجيه، يبقى فيه خلط في المعايير ما بين ان احنا اللي منحنا هذا الشخص الجائزه او الجمهور. بس انتوا ما اخترتونيش في مجلس الامناء. الجمهور كفايه. انا جه من الجمهور، انا زعلانه. انا جه من الانتخاب. يعني كنت متوجه على يعني الاعضاء في الجمهور، ده اهم يعني. زي ما حضرتك قلت كمان في اسماء بارزه كلها في مجالات مختلفه، يعني في الفن وفي الغنى وفي التمثيل والاخراج. والحقيقه كلهم يعني من اول النجم الكبير الميجا ستار عمرو دياب، يعني النهارده كمان تواصلنا معاه ويعني مبسوط جدا وبيشارك وشكر ال 24 وعلى الجائزه، وكل يعني الزملاء في الوسط سواء الفني او الاعلامي يعني مبسوطين بالجائزه ومصدقين في نزاهتها وفي مصداقيتها، وده الاهم بالنسبه لنا. لان انت عارفه يعني اكم من استفتاءات بتحصل كتير لكن مش بنفس الدرجه من المصداقيه والثقه. انا بشكرك مره تانية وبشكر فريق اعداد برنامج مصر الجديده وقناه اي تي سي، لان هم حقيقه يعني جزء من هذا التكريم ويستحقوا طول الوقت ان زي ما انت قلتي يتشاور عليهم ويقول نكمل ويستمروا، ودي خطوه بس على الطريق. لسه انتوا ما كملتوش شهور يعني معدوده. لسه جاي اربع شهور بس اللي جاي الاستفتاء يعني على طول من اول شهر. اللي جاي اكبر وانجح واحسن وافضل طول الوقت، ويعني دي تبقى بس مجرد خطوه في مسيرتكم المهنيه المستمره الكبيره. وشكرا في الاول والاخير للجمهور والقراء والمشاهدين اللي هم اصحاب الفضل ليكي ولينا، اللي اختاروكي واللي صوتوا عندنا، وان احنا طول الوقت حريصين على ان احنا ما نغسلهمش ونبقى عند حسن ظنهم ونصحح اي حاجه في صحيح المسيره المهنيه عشان نبقى جادرين باحترامهم يعني. وده بيحطنا في مسؤوليه اكبر يعني، لما يبقى خطير المشاهد حاططنا في الحته دي، ده موضوع يعني بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا طول الوقت. وتحدي كبير جدا. تبقى متشاف ويتقال عليك خلي بالك، وتبقى حريص في نقل الاخبار وفي المعلومات، وانه البرنامج كمان متشاف والمذيعه متشافه ومختاره الافضل. فطول الوقت المذيعه اللي عملت كذا هي الافضل، مش عارف البرنامج اللي ايه حصل فيه ايه. بس عارف عايز اقول لك حاجه، قيمه الاستفتاء بتيجي من المكان اللي عامل الاستفتاء. يعني اكم من استفتاءات كنا موجودين فيها، بس يعني ما كانش يعني ما كناش حتى بنحطها في عين الاعتبار، ولكن قيمه هذا الاستفتاء انه بيجي من موقع ليه مصداقيه كبيره بجد عند الناس، عشان كده هو مهم. اشكرك، دي شهاده والله يعني فوق راسنا. وزي ما قلت لك هو الاول الاساس الجمهور هو السبب في ده، سواء في وضع قناه 24 استفتاءه في قيمته دي او في اختيارك وتصويته ليكي. حقيقه زي ما انت قلتي الاساس وراس مال
عملك وبرنامجك المصداقية. وقاعدتنا صحيح، وموقعنا هو المصداقية والاحترام، لأن احنا كلنا في الأول وفي الأخير يعني بنشتغل عند المشاهد والقارئ، وهو ده اللي صحيح. بيدينا التتويج. واحنا شكرا مرة كمان، تانية. مش احنا كمان عايز بنستفيد منكم كتير من الاخبار، انتوا بتنفردوا باخبار كتير بناخدها على طول عنكم نقلا عنكم. دايما بنتشرف بالتعاون معاكم، واحنا يعني واحد. انا بعتبر نفسي زي ما قلت قبل كده، انا شرفت واشتغلنا سوا، والبرنامج مهم واحنا بننقل عنه، وعملنا حاجات كتير حمد بيكا سوا، وعملنا صحيح، يعني كواليس وحاجات حاجات كتير اشتركنا فيها كتير، مع وعلي بعض. الحجار شاركنا في اول حلقة. صح. فيعني لا، احنا مستمرين وشرف لنا التعاون معاكم، ودايما بنكمل بعض. احنا اخبار وانتوا برنامج، والمرئي والمكتوب دايما واحد. في حالة تكامل جميلة كده بيننا. ربنا يخليك، شرف لينا أشكرك فندم. شكرا جزيلا أستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24. مرة أخرى أشكر موقع القاهرة 24، شكرا جزيلا.